لؤي علي عبد الواحد، العضو المنتدب لمجموعة شركات باك لاين وشركة فيرست للتنمية الصناعية. المجموعة تأسست سنة 2000، بقالنا 20 سنة في السوق المصري. احنا مجموعة متخصصة في مجالات صناعة الورق وصناعة التحويل والطباعة. المجموعة تقام مصانعها على مساحة 450 ألف متر مربع في مجموعة متكاملة من المصانع، وعدد العاملين في المجموعة ما يقرب من 5000 عامل وفني ومهندس. المجموعة بتتعامل في السوق المحلي والسوق الإقليمي. زي ما بنبحث عن العملاء المتميزين، بنبحث أيضا عن الموردين المتميزين، خاصة صناع الماكينات. وعلى رأس هذه الشركات المتميزة اللي بيننا وبينهم شراكة قوية وشراكة دائمة، شركة بوبست السويسرية، واللي احنا بالفعل اشترينا منهم 16 ماكينة، وفي سبيلنا ان احنا نزيد من لهذا الرقم. احنا لما بدأنا سنة 2009 كانت رؤية الإدارة ان احنا نبدأ بالتوب لاين اوف ماشين او اعلى ماكينات في السوق، سواء في مجال الطباعة او في مجال التكسير. وما كانش في افضل من شركة بوبست العالمية في مجال التكسير من حيث الدقة والبرودكتيفيتي والدوريابيليتي والاكيوريسي. احنا عندنا في فيرست 4 مطابع من شركة بوبست، مطبعتين 820 ومطبعة 618 ومطبعة DRO. المطبعتين الـ 618 والـ DRO هما إنتاج 2011، وبعد كده عملنا إكستنشن وجبنا مكانتين 820 6 لون. المكانتين دول عملوا لنا نقلة كبيرة جدا في الإنتاجية بتاعتنا. إحنا شركة فيرست عملت 8 وورد ريكوردز، بدأنا ب 117 ألف كرتونة في 8 ساعات، ودلوقتي إحنا عملنا 143 ألف كرتونة في 8 ساعات. وفي سنة 2009 كان عندنا 104 بي ام فويل، وعملت أرقام كبيرة، وكان ده بفضل العاملين وبفضل الصيانات البريفنتيف الموجودة في المصنع وبفضل الزيارات المتكررة والواعية لشركة بوبست. من ضمن المميزات اللي احنا يعني أخذناها من شركة بوبست، لما أخذنا المكانتين الـ 820 كان including معها coaching visits. الكوتشنج فيزيت دي بتعلي جدا جدا من مستوى الناس الموجودين عندنا في الانتاج وفي الصيانة الميكانيكية وفي الصيانة الكهربائية، فده بيؤدي إلى رقي في مستوى الناس في المصنع، وبالتالي بيؤدي إلى زيادة في الانتاجية، وبيؤدي إلى أن اللايف تايم بتاع المكان يبقى كويس. وشركة بوبست كانت متعاونة جدا معنا، سواء في التدريب أو في الريسبونس، في أي استجابة للسبير بارتس أو تدريب العاملين، ويعني كانت مستواها عالي جدا. ان فيرست برنت بتمتلك 14 مكنة بوبست، 6 داي كاتنج و8 مكن فولدر جلوور. وفي سنة 2020 لما مع تحديات السوق اضفنا ماكينات جديدة، نوفا كات 106 ومكنة لزق 76. ولان الهدف من المجموعة بالاسواق رفع امكانيات العاملين ونواجه التحديات الجديدة. ماكينات بوبست يعني الثقة، لازم أنا أجيب مكان يمكنني من أن أنا أركز على الثلاث نقاط دول، الثقة والجودة والالتزام، هم دول أهم حاجة. في سنة 2020 عملنا ديل جديدة، مكنة نوفا كات داي كاتنج ومكنة 104 بي ام، و 104 بي ام بدأت شغل في آخر 2020 ولبت لاحتياجات السوق، وفي طريقنا للتحديات الجديدة إن شاء الله. الثقة اكتملت ان احنا مع بوبست عشان نوصل ونبقى فيرست ماركت ليدر موجود في السوق، ان احنا بنرسل رسالة اطمئنان لكل العملاء بتوعنا وشركائنا، لان احنا عندنا ماكينات بوبست وان احنا نكون فيرست كلمة ومعنى. احنا مسؤوليتنا ان احنا نكمل مسيرة فيرست ونحافظ على الماركت شير بتاعها، وناخدها بل بالعكس ناخدها لدرجة تانية واعلى، ونزود حصتنا السوقية،
وان احنا نحافظ على البارتنرشيبس اللي معانا مع شركات زي بوبست. واحنا شغالين مع بوبست بنبقى دايما بنبص على التكنولوجيز الجديده ايه وازاي احنا نستخدم التكنولوجيز دي في ان احنا نواكب التقدم اللي شغال في السوق. الشركات دي بتضيف لنا حاجات زي ان احنا يبقى عندنا داون تايم قليل، ماشينري احدث تقنيه، بحيث ان احنا نقدر نعرف نشتغل جاست ان تايم ديليفري للعملاء ونبقى فيه كاستمر ساتسفاكشن معاك. احنا مسؤوليتنا كبيره لاننا لازم نحافظ على الجيل الاولاني عمله وننميه ونكبره.